اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي الحمد لله على سلامتي. هذيك البلاصه ما كان انا بعدا انا بيرسونيلمون ما كان نتمنها لحتى شي واحد وما كان بغيها وما نبغيها حتى شي واحد. حتى الناس اللي ادوني ما نبغيش ليهم هذيك البلاصه غير باش نكونوا بيضا باش تعرفوا يعني المحنه اللي داز تلمو خايبه اللي دازت عليا تلمو خايبه كو انا ما كنتمنها حتى شي واحد. وكاين قضاء الدنيا وكاين قضاء الاخره. شوف خفي قضاء الاخره هذه هي الاولى. ثاني حاجه بغيت نشكر لا بيتيت فامي ديالي ومن رجل اختي اللي ما بغيتش نبكي بغيت لي سورتو اختي اللي تعذبت معايا بزاف 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 مستحيل توقع لانه عامين ما كانتش شي حاجه ما كانتش سهله وما الله يجعلها لي مغفره الذنوب. بتتخ انا ما يعني ما غاديش نقول انا ما درتش شي حاجه ولا انا ملك. اي واحد كيغلط واي واحد كيقدر يبقى في الغلط كلنا يعني هذا كيف بغيت نقول لكم المنتف اللي مشيت انا عليه التهمه اللي مشيت انا بها اي واحد يقدر يمشي بها لانه حنا كنديروها كاملين في حياتنا اليوميه يعني صوف كي قلت لكم هذا المشكل خضع كبر من الحجم ديالو. علاش ما عرفتش ما بغيتش نهضر بلوتو على القضيه مي بغيت نهضر على هذه الاولى. الثانيه اي واحد سواء بلوغوز انفلونسوز ولا اي واحد كيدخل كيتعامل مع لي ريزو سوسيو خصو يعرف باللي دروك راه تقنن في المغرب وابسط الابسط في الاخطاء اللي كنديروها كاملين يقدر يدير الحبس. نقدر انا تحط لي التصويره ديالي مثلا دابا تحط لي التصويره ديالي في الكونت ديالك انا ما نبغيش نديرك لاريبيك نقدر نصيفطك الحبس. هذه الاولى. الثانيه بالنسبه للناس بزاف تيتسناو باش نهضر انا على الموضوع يعني على علاش انا مشيت للحبس علاش انا مشيت للحبس ما عرفتش علاش انا خديت عامين ما عرفتش مكتوب الله. انا غادي نخليها اونتر غيمي في مكتوب تصرف عليا كنحمد به الله وكنشكره هاد الابتلاء اللي ابتلاني به الله كنفضلو. مرحبا بالدكتور بن موسى طلع معانا مرحبا بك كونطون تبغ ميرسي بوكو دكتور مرحبا بك توحشتك بزاف بزاف. هاد الابتلاء اللي ابتلاني به الله انا كنحمد الله وكنشكره. كان ممكن نموت كان ممكن يسمموني كان ممكن يقتلوني كان ممكن توقع لي اكسيدون كان ممكن يوقع لي بزاف الحوايج. يعني انا حمد الله وشكرا على انني غير مشيت للحبس. اي واحد يقدر يمشي للحبس وبزاف الناس كاينين دي غروس تيت في العالم اللي مدوزين الحبس ولا اللي في الحبس دابا انا خليتهم في الحبس دابا الله يطلق صراحهم. داو سبب لانه ايه انا درت اغلاط طنسو وكنطلب من المغاربه كاملين يسمحوا لي انا درت اغلاط انني حطيت راسي في الغلط مع الناس الغلط في الوقت الغلط. وفاش كنحطوا راسنا فهاد لا سيتوياسيون بحال هادي فيقدروا يقعوا لينا مشاكل بحال هادو اللي طحت فيهم انا لانه انا ما خايبه ما بنت الحرام ما تنادي بنادم ما حتى شي حاجه. صرت انا عندي فوق كاركتير نقدر نتخاصم مع اي واحد جو سوي كاش نقدر نقول اي واحد شي حاجه في وسط وجهه يعني في العالم. شوف في العالم باش نكونوا متفقين في العالم لي ريزو سوسيو كلهم لي بلوغوز ولا لي انفلونسوز ولا كلهم يزونفوا دي بيك كلهم كيتخاصموا سوف كو حنا في المغرب سي انترديت تخاصمي مع شي وحده وتبقى جلستي تسبي انت وياها في اللايف
ولا في الفيديو اللي هي داك المساس بحياه الغير اللي مشيت عليها انا بعامين ديال الحبس، واللي هي المشاركه في الدخول النظام المعلوماتي بحكم انني كنت كنهضر جو غابيت كنت كنهضر مع لو كونط. ما عندي ني لو كونط، جو كوني با لو كونط، ما عندي ني القن السري اللي هو المود باس، ما حل لو كونط ما حتى شي حاجه. غادي نحط لكم نسخه ديال الحكم باش تشوفوا الحكم اللي انا مشيت به بعامين. اوكي بتاتخ على واحد الفيديو اللي درتو بعد النوبات. انا تجريت، المغاربه ماشي مكلخين، وحاشا باش يكونوا مكلخين خارج المغرب وداخل المغرب ومن غير المغاربه. هاد الكونط هاد الموضوع هذا وهاد القضيه هادي كانوا متبعينها، كلشي كان متبعها. الناس من امريكا كلشي متبع، يعني ماشي ما تنهضرش كو على المغاربه ديالنا، كل المغاربه في المغرب ولا خارج المغرب، انا كنهضر على اي واحد. الناس راه ماشي مكلخه، انا درت الغلط بدات بغيت نوصل بالزربه بدات تخطصو النفس اماره، واماره باش بالسوء، النفس راه اماره بالسوء. قدر انا بغيت نوصل بالزربه ديالي جابت ليها ليا وفمي جاب عليا ومشيت للحبس تو سامبلو، حيت القانون ما غاديش يقول لي لا انت سكينه راه ظريفه والله يعمر هضر ولا هادي ولا هادي. هما شدوني من فمي، يعني شدوني داكشي اللي قال فمي هو اللي تحكمت به. علاش؟ حيت هذا هو القانون، فهمتوني؟ داكشي باش انا كننصح اي واحد، وفريمون كننصحكم باسكو كنبغيكم وما نبغي حتى شي وحده حتى شي واحد شي اعداء ديالي. اقسم بعزه جلال الله الا اعداء ديالي ما غير انا ما عنديش العدو، حيت ما الشرك بايا مع باو باش بيكون عدواتي اصلا. اش بيناتنا انا ماني مغنيه، ماني رقاصه، ماني فام دافير اللي كتصور الملاير ديال الفلوس، ماني حتى شي حاجه، انسانه طبيعيه عاديه فوالا كترزق الله ملي غنسوسو. عندي محل ديالي بومباغ، يعني الطموح ديالي غادي ليه بشوي بشوي، مي انا ما كنتحارب مع حتى شي وحده في حتى شي دومين، حيت انا بوحدي وخدامه بوحدي وما عنديش لا كونكورونت، ما عنديش لا كونكورونت في هادشي اللي كندير. يعني حتى اللايف ديالي ما غاديش تكون عندي كونكورونت فيه، كل وحده كيفاش كتخدم، كنخدم انا كي قال لي راسي، كنخدم انا سبونطانيمون. نتوما كتبعيني وكتشوفوني وكنخدم، يعني بلا زواق بلا تخربيق بلا هادي بلا ديك بلا وجد بلا رسميات بلا هادي بلا التصويره كنصورها كنحطها لكم كنقول لكم ها كاينه، كاين البنات فطروا بهذا، فطروا بالبيض، فطروا بالخبز، فطروا بالبيصاران، فاش نحط العدس كنصورو معاكم. كيفي انا هاد الاضواء اللي تحطوا عليا بزاف لدرجه توصلوني لعامين تاع الحبس كاين لاش جو فوا با. علاش ما عندي 10 المليار، ما عندي مليار، ما عندي حتى مليار، ما عندي حتى 100 مليون صحيحه. علاش ما داير لكم رجالكم، ما داير لكم والديكم، ما يعني اش انا شرك بويا مع باكم حتى شي حاجه. كيف نتوما ماشي اعداء ديالي وما عنديش العدو، غير الناس اللي كتصحابهم هما اعداء ديالي، نتوما راه ماشي اعداء ديالي. ويلا كان يعني كاين القضاء اللي هو قضاء الالهي هو اللي كنتسنى انا